استاذ الزيتون هذا كيجي من الفيرما كنجيبوه في الكاميو اومبراك اومبراك باش ما كيكونش فيه العفيس ديال الخدامه ما يعفسش فوق منه ملي كيوصل كيتحور راسه هو كيعلي لعبان كيتحوى كيتجرب هذا الفيس من الفيس كيطيح كيطيح لداخل في السمطه كطلعو كطيحو في الغساله دابا هاد الزيتون يلاه دابا تطحن ويلاه جبتو كتطحن كيتنفض جبتو باش تطحن اه يلاه الا تنفض هذا الزيتون هذه ديال اليوم يلاه الكميه سطو يلاه وصل سطو يلاه وصل هذا غير ديال اليوم اذا تطحن هذا من الفيرما يلاه يلاه وجد دابا ما عندوش ثلاث سوايع باش الزيتون هذا الزيتون خدمه النهار السيد السيد دابا مول الفيرما داير خدمه بزايد باش كيوجد فياج في النهار باش السلعه كتبقى ديك طرافياج صحيح عليك طرافياج دابا يعني اكثر من اقل من 6 ديال الساعات يكون اقل من 6 السوايع ودابا هو دابا غيدخل يطحن دابا ان شاء الله بحول الله غيبات غيبات الزيت ان شاء الله بحول وتندخل لداخل باش نشرحوا ان شاء الله فيك نوريك في فيك حنا غندخل للمعصر دابا غادي ندخلوا للمعصر نشوفوا المرحله الثانيه من بعد ما كيتفرغ الزيتون فين كيمشي هي فين كيمشي غنوري فين كيمشي لعمليه الغسل هنا كيفاش كنغسلو هنا فين كيتغسل الزيتون تبارك الله هنا فين كيتغسل من الغسيل كيمشي كيطلع العملية الطحين هنا فين كيطحن هذا هنا فين كيطحن بالويور كيدوز للمالاكسون هنا فين كيتمالاكسونا هانت طل الطريقة ديال المالاكسون كيفاش هذا خاوي هذا خاوي هذا هو كاين اللي عامر ليه هو كيفاش كيتمالاكسونا كيفاش هنا فين كيتمالاكسونا خصو يدوز واحد ربع ساعة كيتمالاكسونا اللي كيتمالاكسونا كيمشي لطريقة العصر الديكونتير هذا الديكونتير فين كيتعصر من الديكونتير كيدوز الصفاي ها هو دابا هنا هنا كيتفلترا هنا فين كيتفلترا هو شد فيه مزيان لا تسخر وعلى الله كريم الله يسخر ويتوب الله تلك الجميع السلام عليكم حنا جينا من صفرو وسمعنا بهاد المطحنه ديال الصغير وجينا وخدينا من عندهم الزيتون والزيتون كيف ما بغيتي تاخذ بغيتي تاخذ زيت مطحونه بغيتي تاخذ الحبوب وتطحن على يديك اللي بغيتي والثمن معقول ومزيان وزيت اكسترا فياج انا جربتها ودقتها وسبق لي طحنت في عده معاصر وتا هذه تبارك الله عليها ممتازه نسال الله سبحانه وتعالى باش يوفقه ويكمل ليه بالخير السلام عليكم السلام عليكم حنا جينا هاد المعصره باش نطحنوا هاد الزيتون اللهم لك الحمد هاد العام الخير موجود والزيت هي مزيانه وجوده عاليه اللهم لك الحمد وهذا الشيء ما نطلبه والناس كيتعاملوا معنا معامله نقيه السيرفيس غادي كما هو جيد ما كاينش لا زحام ولا هادي كل واحد عاطينا الوقت ديالو كل واحد بالنوبه ديالو المهم ما كاينش شي حاجه بحال نلقاوها شي عكوسات ولا شي حاجه اللهم لك الحمد الحمد لله